رفيق حليش، وهو يتحدث عن النادي الأهلي ويتحدث عن أمور مهمة نسمعها ونرجع معكم. المستغرب حقيقة، لا أذكر حقيقة حاليا في هذه اللحظة أني لا أشاهد فريق مصري في دور ربع النهائي من سنوات طويلة. صح، يعني في حالة خاصة الأهلي ولا الزمالك، حقيقة الذاكرة تخوني في هذه اللحظة. لا 2016 الزمالك فاينل، 2017 و18 الأهلي فاينل، 2020 الفرقتين وصلوا الفاينل. يعني دائما الاهلي زمالك متواجدين، ففي ازمه ولا عثره او كبوه جواد او في ازمه؟ يمكن الاهلي في ازمه في الكره المصريه. في ازمه الاهلي، انا نظن نوعا ما كبوه، خاصه انه تاثر شويه نوعا ما مع كاس العالم للانديه، كاس العالم للانديه وتاخروا يمكن، لكن الزمالك صراحه كان أزمة. كان اصلا داخل في ازمه اداريه وفنيه. لا في كمان منتخب مصر تحت 20 سنه بطوله امم افريقيا في ارضك ولم تتاهل كاس العالم للدور الثاني. صحيح، مش كاس العالم فقط، للتفكير في ارضك كاس العالم. صحيح صحيح، تصل دور نصف نهائي تتاهل لكاس العالم. اللي انا قلته جزء من اللي انت بتسمعه ده، وجزء من اللي انا جيت في وقت قلته لك هنا في شاشه قناه النادي الاهلي، ويمكن كنت سابق حته في الحته دي لان ما كانش فيه مؤشرات. احنا واحنا في عز النادي الاهلي قلت لكم حاجه هنا، قلت لكم في كيان ناجح هو استثناء في المنظومه الرياضه المصريه ووسط نتائج واخفاقات، هو استثناء. قلت لك الاستثناء ده هنوصل بعد قليل من الوقت ان هو يقع نتيجه امور كتير جدا بتحصل، ونتيجه ان هو لا يحظى بالدعم المستحق. وقلت لما يقع ايه اللي هيحصل؟ هنطلع كلنا نتكلم عن الرياضه المصريه وحال الرياضه المصريه ووضع الرياضه المصريه، وقلت لكم عربه القطار اللي بتشده لما تيجي تقع والقطار كله بيقف، الناس مش هتتكلم ان كان في عربيه بتشد القطر ده بيتحط قدامها معوقات، لا، الناس هتتكلم بص القطر اللي ما وصلش وجهته. هو ده بالظبط، كان عندنا قاطره بتشد الرياضه المصريه، عندنا استثناء، البعض دلوقتي بيتكلم على حال الكرة المصرية. طب جات لك فرصة تانية ان النادي الاهلي، لان اتوصفت بكبوة فعلا، لان مستحيل تقارن النادي الاهلي بوضع فرق تقترب على 22 سنة من عدم تحقيق اللقب، مستحيل تقارن، مستحيل تقارن على فرق كتير جدا في منظومة الرياضة المصرية لا تملك هذا الارث اللي مخليها في الوضع ده. عشان كده لما تجيلك الفرصة ويبقى مهند الجالي ويبقى رفيق حليش ويبقى كل الناس شايفاك استثناء في الرياضة المصرية، ساعد الاستثناء ده عشان يحقق أهدافه وعشان يحفظ ليك ما تبقى من وجه كرة القدم المصرية ومن من ماء وجهها. أكيد فارس، وأكيد الكابتن رضا عبد العال يعني وصل له الكلام بشكل واضح، ونتمنى يكون زي ما قلنا في حساب المناسبة طلع الكابتن يعني أسطورة كرة القدم التونسية الكابتن طارق دياب اتكلم قبل مباراة الأهلي والقطن الكاميروني كلام كبير جدا، في انتقاد فني للنادي الأهلي لم نتطرق لي وجهة نظره الفنية، وكمان عارفين أن الكلام طالع من شخص لا يتربص بالنادي الأهلي على الإطلاق، بالعكس كان بيمنح النادي الأهلي حقه تماما حتى في مواجهة الفرق التونسية الكابتن طارق دياب. لكن الكابتن رضا عبد العال طول الوقت طول الوقت بيشكك في النادي الأهلي، زي ما قلت اتكلم فني زي ما انت عاوز، هي وجهة نظر فنية نتفق نختلف عليها في ان هي وجهة نظر فنية، لكن طول لعب من تحت الترابيزة وانت اصلا مش شايف الجيم او مش متابع اصلا للبطولة، ده موضوع بيكون صعب جدا.